رجعنا من جديد في زون ميكس، مواصلين حوارنا مع سيد احمد قعلول وزير الشباب والرياضه السابق. نعاود نرحب بك من جديد سيد احمد. قلنا نحكي على مهامك في الوزاره، خاصه شغلت منصب مستشار شباب والرياضه، خاصه في وقت رئيس الحكومه وقت حمادي جبالي. كنت ظهر لي وقتها كالصوره الشهيره وراء اذابه الجليد بين وديع الجري اللي هو صديق شخصي لك انت ومحرز بوصيان. كيف كيف كنت وقتها وراء انت، ظهر لي العمليه اللي صارت وقتها، حاولت تصلح بيناتهم. حاولت نصلح بيناتهم برشا مرات، انا برشا مرات معناها فما صوره اخرى زاده بين السيد طارق دياب. هذيك باش نجي جايك، هاني جايك، احكي لي على هذه في الوسط وقتها سي علي العريض رئيس الحكومه وسي وديع الجري. نجيك لها عندي يعني طبعا بذل جهد اكثر من مره، انه ترتبوا لقاءات نتاع معناها نخرجوا من العرك كما يقولوها، وشهاده للتاريخ انه دكتور وديع كان دائما يستجيب. المره الاولى، المره الثانيه، المره الثالثه، بعديك ما عادش يعني. محرز بوصيان ما كانش ديما يستجيب؟ لا، محرز في اكثر مره هو طلب مني، محرز صديق كذلك كان للاسف، يعني للاسف على الاسف يخسر الصداقات نتاع الناس، يعني ما عادش بالصداقه التي كنا عليها. عليش؟ بالعكس، يعني العلاقه مع محرز كانت اسبق من العلاقه مع وديع. محرز هو مشى في طريقه، على كل حال هو حر يمشي فيه، يعني فما برشا حاجات في طريقة إدارته للأمور نختلفوا فيها. الموضوع هذا سبب الخلافات؟ لا، هو جزء، ولا من الأسباب؟ هو جزء منها. المهم أنه الفكرة كانت أنه نحن نقصوا من العرك أكثر ما يمكن، ونحاولوا نركزوا على الخدمة، خاصة أنه العرك هذايا ما عندوش علاقة، ماهوش منتج، معناه مش باش يوصل. لما تحلها العركة هذية، نفترض واحد فيهم باش يربح، ماهوش باش يتقدم بالشأن الرياضي، وماهوش باش يتنحى، لأنه المعارك تقليدية بين كل ما هو فيفا وكوميتي أولمبيك، حتى في العالم يعني معروفة، فما تنافس ونزاع بين السي اي او والفيفا، كل واحد فيهم يدعي لنفسه معنى انه هو اللي مثل الرياضه وكل شيء، وكل واحد يعتبر كل هيكل يعتبر نروحه هو هيكل مستقل وممثل الرياضه في العالم. على شنو تعاهدتوا في الاجتماع هذاك؟ كيفاش تم ترتيبه؟ احنا نعرف شويه كواليس من الاجتماع هذاك. هو الحقيقه كان بطلب من الاستاذ محرز بوصيان. هو طلب؟ اي، هو طلب. ومعناها على اساس انه تعمل لقاء، وانه واتفقوا على مجموعة من البنود، أصلا وصلوا حتى كتبوها مع بعضهم يعني، ولكنه ما تمش الالتزام بها. من شكون الوقع الإخلال؟ أنا أقدر أنه الأستاذ محرز ما في أي نقطة بالضبط؟ ما نذكرش نقاط حقيقة طوال. أكيد المهمة تذكرها، أهم يعني حاجة. يعني وقتها فما نقطة فيها خلافية جدية في موضوع مثلا دور الهيئة التحكيمية، المحكمة الرياضية. وأن تكون الكناس هي السلطة يعني الأساسية التي تدير شأن التحكيم الرياضي. معروف أن الجامعة التونسية لكرة القدم قررت أن تخرج، وأهم الخصومات الرياضية اللي هي نفسها حتى في الجانب المالي والموارد كانت تجي من أغلبها هي، لأنه أكثر مجال جامعة كرة القدم كانت جامعة كرة القدم. فلما تخرج القطاع هذايا من غادي، الكناس تفقد جزء كبير من سلطتها كمحكمة رياضية، لأنه أكبر مساحة تفقدها. مثلا هذا كان من نقاط الاختلاف. أنت رأيك في الموضوع هذا شنو؟ هل أنا أنت رأي... مع الجامعة أن خرجت على طول الكناس كما نقوله باللهجة العامية؟ أنا مانيش مع، في كل حالات في قانون الهياكل اللي اقترحته أنه يترك الأمر لكل جامعة أنها تعمل هيئة تحكيمية خاصة بها تصوت عليها جلساتها العامة، خاصة وأن العديد من الهياكل الدولية أصبحت هي نفسها تفرض الهياكل التحكيمية متاعها. إذا كانت عملها الجامعة تولي تمس شوية الاستقلالية متاعها. وأنت عندك علاقة بالهيكل الدولي اللي أنت فيه، مثلا نفترض في تايكواندو، مثلا تايكواندو الآن كهيكل دولي عنده هيكل تحكيمي يعتبر روحه هو صاحب السلطة الأعلى. فأنت أنت معناها يلزم الكناس مثلا اللي هي، او نفترض نسميه حتى اسم اخر باش ما نقصدوش هيكل بعين، ويلزم يكون عنده علاقه، ويلزم الهيكل الدولي ذاك يعترف به. فانا الفكره اللي في ذهني يجب تفكيك كل سلطه بين قوسين مركزيه، وخلي الناس تحمل مسؤوليتها، خلي الناس تحمل مسؤوليتها، في الاخر اللي ينتخبوا ناس يتحملوا مسؤوليتهم. اذا كان غلط اللي يحكم حملوا مسؤوليته، ما تنتخبوش الى غير ذلك. كيف كيف طارق ذياب وديع الجري، كيف صارت العمليه وقتها؟ نحن وقتها كان فما لقاء للمنتخب الوطني،
وديما الناس لما يكونوا في مجال واحد تكون فما كنت كاميرون ولا غلط نسيت تصفية المونديال وقتها. وقتها كنا نحن مشينا من بعد صلاة المغرب أو وقت صلاة العشاء وجينا وفرصة وقتها خاطر وقتها وقع خلاف لو تذكر أنه على المدرب كان فما على المدرب خالد بن يحيى أو نبيل معلول كنت عاقب تونس بسبب تدخل سلطة الإشراف في الشأن وبث وأرسل وقت الفيفا راسلت تونس راسلت الدولة التونسية من خلال الجامعة وكتبوا فقرة أنهم سيبادرون لتجميد البطولة التونسية إلى غيره. ولو أنه حتى وديع الجري وقتها بعث رسالة للشيخ راشد الغنوشي وقتها هذا كيف تدخل سياسي في الرياضي زاد هذا هو اجتهاد ولكن ما كنتش وراها مثلا انت لا 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 بالحق. لا حقيقة وقتها ما عنديش علاقة بوديع في على الأقل في الرسالة وقت هذيك ما عنديش بعديك تعرفت عليه وديع ونتشرف حقيقة بعلاقتي به وقتها كان ثم إشكال ونحن سعينا في نفس السياسة أنه خلينا يعني وكانت صورة هذيك وهي صورة مزيانة شنو تحكيها وقتها؟ ما حكيمش برشا الحقيقة ما تحب حبيت تعطيني شيء اليوم سيدي لا ما حكيمش برشا نحكي لك في الواقع يعني تحب نحكي لك الواقع ولا لا ما حكيمش برشا الناس سلمت على بعضها فما نوع من فما بروتوكول ومجاملات ولكن ما كانش ثم في العمق حاجة اللي تفصل الخلافات يعني ما لهذا للأسف يعني كيفاش تحكم على الفترة اللي قضيتها على رأس الوزارة؟ 4 شهور ونص الحقيقة قضيناها في وقت جات الكوفيد زادا ما تنساش اكيد الكوفيد نحن اذا كان نبني مع الفتره نتاع كاتب دوله وقتها نحن ضعفنا في الميزانيه المخصصه للالعاب الاولمبيه وقتها نحن كنا نحضروا للالعاب الاولمبيه الاخرانيه منذ 2000 كنت كاتب دوله كنا نحن 2018 يعني وقتها جمعنا كل المديرين الفنيين للجامعات وحضرنا برنامج وحطينا ان بلافون وان مينيمو مع الإدارة متاع العام الرياضة قلنا نحن 8 ميداليات يمكن نوصلوا تقريبا 28 ميدالية والميزانية التي خصصت وقتها 2016 كانت 2 مليارات و200 مليون فنحن رديناها 16 مليار معناها 8 مليارات في 2018 و 8 مليارات في 2019 وافق عليها وقتها السيد رئيس الحكومة ومعناها انطلقنا على اساس في البرنامج هذاك وافقت عليها كذلك وزاره الماليه وادرجت في الميزانيه بعديك انا غادرت الوزاره ولما رجعت على اساس في اطار نفس البرنامج ما كفاناش الوقت معناها استعدنا العلاقه بالجامعات ولكن نحن حقيقه غرقنا في ملف الكوفيد نحن في كل حالات كانت الوزاره اللي عملت اول مستشفى ميداني تاع كوفيد في تونس بخبره الصدريه وقتها لا 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 هذاك في اللي عملناه في بورصه الصدريه هو نتاع الكونفينمون اوكي وشاركوا فيه الكشافه وكان حقيقه منظم بكذا وناجح يعني وشاركت فيه العديد من الجامعات الرياضيه قيمه الامر هذايا هو انه خدمه اللي كنا نخدموا فيها كانوا الجامعات نتاع الرياضه اضافه للمنظمات الشبابيه يشاركوا وبعديك عملنا المستشفى اللي عملناه في الحي الوطني الرياضي معناها اللي هو اول مستشفى معناها تعمل وكذلك بمشاركه نتاع العديد من رؤساء الجامعات والجامعات يعني. علي سيد احمد يقال ديما للوزراء في الفتره اللي ما قبل الثوره كانوا مردوديتهم افضل والنتائج كانت افضل حتى البنيه التحتيه كانت افضل من بعد ما شفناش ممكن استقرار اوكي في الوزراء لكن ما فماش سامحني بخلاف يمكن طرق ذياب شويه خلى بصمه الباقي الكل كانت ما فماش نتيجه واضحه ملموسه معناها اللي عملوا طارق وعمل حاجه جيده هو انه جاء اللي ما عملش قطيعه مع الشغل اللي بداوه الناس اللي قبله لقى بروجي ماشي اونكور دزوا وانتج وهذا حاجه جيده جدا هل انه الوزراء اللي كانوا قبل الثوره اكثر انتاج لا لانه هما كذلك اللي ورثونا الازمات اللي نحن نعيش فيها بما في ذلك في البنيه التحتيه. خاطر برشا يضرب مثلا برؤوف النجار سمير العبيدي يعني سمير العبيدي هو اللي بدا مجموعه من المشاريع اللي فيها الرقمنه وفيها حكايه ملاعب الاحياء شفت لي بروجي نحن نحكي فيهم لانه هما ما عملوهمش وزره لي بروجي هذوما بداوا من 2007 عملتهم الدوله التونسيه والاداره التونسيه. تونس بدات تعيش في ازمه في الانفراستركتور تقريبا بدايه من 2003 هكاك وقتها الدوله وصلنا للتوب وقتها الدوله خصت في مجال الشباب والرياضه صرفوا تقريبا 700 مليون دراسه
في الخريطة بتاع الرياضة إلى غير ذلك، واقترحوا مجموعة من الحلول. للأسف يعني أنا لما دخلت الوزارة كوزير طلبت الدراسات هذيك، هاك علاش كنت تشوفوا قعدت مع برشا وزراء اللي سبقوا، لأنه الوزراء اللي ريفيرونس اللي بنى مثلا الحي الوطني الرياضي ولا اللي حضر البروجي هذا كان يلزمني نقعد مع الناس يعني باش نفهم. كانوا مثمرين الجلسات هذوكم؟ اي جدا حقيقي يعني. يعني ما تنجمش انت تمشي لقدام تجي صحيح بروح واحد باش يبدا من صفر ما تمشيش، معناها هذا ذكاء جماعي وهذه خبرتنا نحن الكل. غياب الاستقرار ما يمكنكش تعمل حتى شيء، ولكن ونحن عندنا ازمه في الانفراستركتور قديمه للاسف. يعني اولا طريقتنا في صرف الميزانيات وكل شيء لا علاقه. هذا اعطيه قطعه هذه اعطيه رضيه، معناها سكت الناس، هذا تبذير للفلوس. المره الوحيده عملنا فيها استثمارات هي مرات نادره، مره وقتها استقبال العاب البحر الابيض المتوسط عملنا انفستيسمون في الانفراستركتور، مره وقتها في بالي بطوله نتاع افريقيا حاجه افريقيا 94 بمناسبات كيما هكاك. معناها باهي سيد احمد حاب ناخذ رايك في الوزراء اللي تعداو الكل، باش نبدا باحمد قعلول موجود قدامي. ماذا بيا تعطيني حاجه باهي عملتها وحاجه خايبه في مرورك بالوزاره؟ نبدأ بالحاجة الباهية، أهم حاجة تعتبر نفسك عملتها كوزير وخليتها يعني كوزير. كوزير أنا كوزير أنا معتز جدا أولا بالإيكيب اللي خدمناه، معناها عملنا إيكيب ما كنتش نخدم وحدي، بحيث كنت نجم نمشي وعارف اللي البقعة هذيك كان في الحي الوطني الرياضي ولا الفريق المستشارين اللي والعلاقة اللي عملتها برؤساء الجامعات. حاجة مش باهية ندمت عليها نقول مش بها حقيقي يعني انا فما حاجه نعتبرها هي انا وعد التزمت به، هو وعد اخلاقي اللي هو وما نجمناش نحقق فيه المطلوب، واللي هو متعلق بالعاطلين على العمل. لليوم يلوموا فيك يعني عليها الحاجات هذه، هما باش يلوموني انا مساله متواصله لليوم. إيه معناها هما هذه ازمه والناس هذه من حق، هذه ناس مجروحه، هذا شباب يعدي عمره 10 سنين ولا 15 سنه وبطال، من حقه مش يسبني انا برك، يسب الناس الكل. فيعني كل حاجه بوقتها، يبقى انا كانسان بالطبع يعني من حقي اني بين قوسين ما نقبلش انه الناس يعني توصل، ولكنه مفهوم. ربي قال الا من ظلم، معناها ولا تجهروا بسوء بالقول من القول الا من ظلم، هذو الناس مظلومين ظلمتهم الدوله. انا عديت 3 شهور ونص وقت اللي كنت كاتب دوله، انا انسب لنفسي اني اللي لقيت حل لوقت الدفعه نتاع 2010 وبدينا نخدموا على 2011، ولما جاوني قلت لهم انا نشتغل معاكم على 2012 ونكملوا 2011، ولكني القانون اللي باش نعمله قانون الهياكل للاسف ما كملناش، كان في حل حقيقي لموضوع العاطلين. وعدتهم اوفيتش انا وعدت اني باش نخدم على 2000 بقيت 2011 و2012 هذا ما تمشي. في كل حالات انا عديت 4 شهور ونص، ولكن في الميزانيه اللي حضرتها وتو لو كان نرجعوا للاداره نتاع الوزاره تو تلقى فما ديبارتمون كامل كان يخدم على الموضوع هذا فقط، وهذا انا بديت فيه من نهار اللي دخلت، لانه يعني اكثر شيء مؤلم هو الوضعيه نتاع الشباب هذه حقيقه يعني بيه. فاذا كان فما حاجه بتاسفلها توجعك هي النقطه هذه. باهي تلقى فيك حاجه باهيه وحاجه خايبه خليها، اكيد كل عمل بشري فيه الباهي وفيه الخايب. ما نجمش انا نقول على الناس عملوا حاجات خايبه، كل عمل بشري قلت لك يحتمل طارق ذياب. طارق ذياب مش باش يكون كل شيء باهي، رمز وعمود من اعمده الرياضه في تونس، بطل من ابطال متفاهمين تونس، ربما كان يمكن يتجنب العرق يعني مع وديع الجريح مش وديع برك، مش وديع برك نقولوا مع وديع مثلا، لانه في النهايه لما واحد يولي وزير ما عادش ينجم يتدخل في الشان اللي هو يمكن يكون يعرف فيه اكثر، لكنه ما نجموش ندخلوا بين اختصاصه كفني في رياضة كرة القدم. وطارق ذياب قامة ليست بسيطة أكيد. يعني رأيه يؤخذ به معناها، وبين وزير ما تنجمش تمشي يعني، مثل ما كنت نحدثه في الفاصل لما أنا وليت رئيس جامعة متاع تايكواندو ما عادش نتدخل في المسائل الفنية بالكل، رغم ذلك أنا عندي 5 دان في تايكواندو معناها نجم نحكم، ولكنه ما نجمش نسمح نفسي وما عادش ندرب أصلا يعني. مجدولين الشامي مجدولين جيء بها من خارج عالم الرياضة، لا علاقة لها بالرياضة، هي جيء بها من خارج عالم الرياضة. ألطف الجملة. ولكنها كانت أحسن من غيرها. كانت أحسن من غيرها. فما شكون جابتها ماهوش بيه. شكون فيش كون تقصد؟ مني أسماء. باه سونيا بالشيخ. سونيا بنت الإدارة فاهمة تعرف روحها كيفاش تخدم. حتى هي تبدا جيء بها من خارج عالم الرياضة. ولكنه ما عندهاش علاقة بالرياضة، ولكنه لو طال بها الوقت
تفهم ولكنه ما عندهاش علاقة بالرياضة، لا مش ملفها يعني. ولذلك هي مخها كان في وزارة الصحة، وزارة الصحة. وبعديك خليت وزارة الشباب والرياضة واعتنت بوزارة الصحة، والرياضة ما اهتم، ما كانش وقتها تكون فما لاهي بها. صابر بوعطي. صابر جاء في مرحلة انتقالية، هو ولد الدومان وفاهمه، وهو معناها يعني ما كانش عنده فرصة في كل حالات باش نحن نحكم عليه، ولكنه ما لم نشهد عليه شيء يعني على الأقل نلومه فيه. ما ماهر بن ضياء. ماهر رجل طيب، وكان يمكنه أن لا ينحاز لأحد في المعارك يعني. لشكون حازة على حساب شكون؟ هو كان أقرب المحرز، على حساب وديع. على حساب وديع وغير وديع يعني. اغلب مشاكلك ما قيمتهم على لا لا اساس مش العلاقه. أنا. مش خلينا فقط أنا. نكمل سؤال. تفضل. اغلب تقييماتك كانت على اساس العلاقه مع وديع الجريف، اللي اسامي اللي لا لا قلتهم. هي مش مشاكلي انا، المشكل اللي هو انك انت تلقى زوز شخصيات على هياكل رياضيه مؤثره في المحيط في عالم الرياضه كله. والاصل انه لما يجي الوزير يكون معناها يعمل البالانس، ما يزموش يولي تابع لهنا ولا لهنا. باه. انا شفت اللي وديع يدافع على كما يقولوا على حيازي، يدافع على الفوت، يدافع على الفوت من حقه. سهام العيادي. سهام جات في فترة استثنائية، فترة يعني قصيرة، فترة بون شدت أكثر مني في كل حال. ما تبعتهاش سهام يعني. ما تبعتهاش؟ علاش؟ يعني ما كنت لاعب أمور أخرى؟ كنت لاعب أمور أخرى يعني. هذم هما تقريبا، فما أسامي أخرين؟ الوزير الحالي هو نفسه سي باش نجيك ليه هذاك شابيتر كامل مازال. اي تو نجيك ليه. باهي وقتها ايضا كنت قعدت مع حمد المد بخصوص بركه الترجي، علاش ما تمش الموضوع هذاك؟ هذه من المشاريع مش بركه الترجي، حتى الكلوب كنا نحبوا نعملوا لهم بارك، لكن الترجي الترجي هي كان اكثر جمعيه الملف نتاعها حاضر. وتقدمنا فيه مع السيد رئيس الديوان، مع وزاره املاك الدوله، وكنا حتى الارض هذه كانت في بن زرت تقريبا. ايه مشينا يعني في الامر هذاك، ولكن كما قلت لك يعني 4 شهور ونص ما تنجمش تحرك ملفات يعني. رغم اللي نحن كفريق لما جينا اولاد الوزاره وفاهمين ملفاتنا معناها، ولكن في النهايه 4 شهور ونص ومع الكوفيد يعني العالم كله. لو يعني كان بقيت كنا نجم يتم بالطبع الموضوع هذاك. طبعا اليوم تعطل شويه الحقيقة، من اللي خرجت ما تبعتش يعني متابع. أما اللي فاهمه أنه أغلب الملفات معطلة، ما فماش تقدم بكل في حتى ملف يعني للأسف. نحكيه شوية على الكلوب. العرض نتاع القطرية والسبونسورينج تقريبا جبتوه أنتم هكا ولا كيفاش تمت المفاوضات وقتها وكيفاش جبتوه؟ ما جبناش نحن، ما هو معروف أنه حركة النهضة هي توسطت باش جابت بواسطة من السيد أحمد قعلول. لا أنا ساهمت في هذاك، ساهمت كان عندي دور في الأخر. القطرية هي عندها فريق من أهم الفرق يعني التونسية، طبعا انك تساهم. بشنو ساهمت؟ بالكلمة الطيبة. لا خاطر المساهمة هذيك أهم حاجة في اللي صار معناها. أنت تحب تحطها ساهمت، لكن المساهمة فيها برشا حاجات. ولا بالكلمة الطيبة أنك تكلم وتوصي وتستحق الكلوب. ما تحتاجش أكثر من هكا الأمور. تستحق الكلوب. والحمد لله أنا فرحان اللي تو فما فريق وفريق قيادي جديد للجمعية، وتو ما عادش نسمعوا على كل حال حسب ما نسمع أنا على مشاكل كيما كانت اللي كانت تعاني منها الكلوب. المطلوب انه معناها نخدموا باش العديد من الجمعيات الرياضيه الاخرى، هذا سؤال، كيما الكلوب تتمتع بنفس الميزات. أوكي. والكلوب هي نفسها تحتاج بيدجي اعلى من البيدجي اللي قاعد حاجه باهيه اللي عملتهم على الكلوب، لكن انا مكشخ، انا تواليست، انا نحب السياسات، من حقي هذا كيف كان من حقي ناخذ فلوس لهذيك اللي جات. معناتها كان من افضل الفلوس هذيك تمشي للوزارات تتوزع على الوادي الكل. لا ما تمشيش هكاك. اولا انك تدخل الوزاره في الكونترا دي سبونسورينغ هذا خطا، معناها هو اصلا يلزم تحرير بين قوسين الجمعيات الرياضية من سلطة الدولة. ولذلك هذا فيما بعد، لكن تو هذا موجود. لا لا، اللي عمل كونترا سبونسورينغ يخدم على روحه وتعاون غيره باش يعمل دي كونترا دي سبونسورينغ، هذه خدمة صحيحة. والأصل نحن كنا نسعى، ما نحبش نتكلم باسم أي جمعية بما في ذلك حتى مع الترجي، في حاجة كيما هكاكا كل جمعية تليق بمقامها. نعطيك معلومة بما في ذلك النادي الصفاقسي والبنزرتي إلى غير ذلك. هيئة الترجي تقلقت برشا من الحكاية اللي صارت وقتها، في معلومة نعطيها لك أنا. عندهم حق. عندهم حق. طبعا هما يقول لك حتى نحن. إي خاطر صار تمييز وقتها. إي ولكن نحن في نفس الوقت بدينا، وحقيقة يعني شخصيا بدينا في شغل بالاتفاق مع هيئة الترجي
على سبونسور كبير زاد. علاش ما تمش؟ الحقيقة بعد ظروف اللي دخلت بها البلاد بعد 25 جويلية برشا أوراق تخلطت وبرشا اتصالات يعني، ولكن هذا لا يعني سبونسور نحن... البنكة؟ لا 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 مش بنكة. البنكة كانت مع السياسات فما حاجة؟ فما الحقيقة أنا عندي مجموعة من الملفات كل جمعية شنو الدوسية متاعها. اللي في بالي الترجي مش مع بنكة، الترجي مع مؤسسة كبيرة. أعطينا شنية ربما تكون معناها متاع شركة متاع طيران تركيا، شركة متاع طيران توقت لي نعرفها ونقول لك، لكن شركة محترمة. وخاصة الجمعية هذه فما جمعية أخرى تشبه لها يعني حتى في نفس التوني ولا الوان. المهم ينجم يتم الموضوع هذا ولا بالطبع ما زال واردة؟ بالطبع يعني هذوما أصدقائنا والحمد لله علاقاتنا بهم ما زالت قائمة. ونفس الشيء بالنسبة للنادي البنزرتي وللنادي الصفاقسي والقيروان، وفي بالي فما جندوبة نفس الشيء. جندوبة اي معناها فما شغل في هذا. لكن انا الحقيقة معناها المفاوضات مع الفرق هذوما لا لا مش مفاوضات، انت باش تشي معناها تقدم له خدمات قاعدين تخدموا على لا تويك. انا من تقريبا من 25 جويلية ما عادش مركز في الموضوع هذا، وللاسف السياسة اخذت كل جهدنا معناها. لكن هذا لا يعني ان احنا في المستقبل ما نجموش، لا لا قائم الامر هذا. فقط بلادنا لازم تستقر شويه، لانه في النهايه هذوما ناس باش يجيو لازم. كنا نعرف اللي اقترحت على السفير القطري استثمار في المنزه في ملعب المنزه وقتها. وين وصل الموضوع هذا؟ احنا طلبنا انه لما تحدثنا في لقاء رسمي السيد السفير انه قلنا لهم جيبوا شركه وخذوا كيما أنت تمشي لبريطانيا تمشي لفرنسا تلقى مثلا تمشي ملعب الامارات وملعب تمشي مانشستر ملعب انا شو اسمه ارسنال ملعب الامارات الاتحاد زي ما مانشستر سيتي. فقلنا لهم اجوا واستثمروا وخذوه الوحده ذي. نحن الان الملعب المنزه التو معناها قداش عندنا تو 3 سنين من 2018 التو نحن نناقشوا في شنو البيدجي باش نرقحوا، بينما كنا نجموا نجيبوا شركه كبيره تاخذ المنزل. هذه بلادنا ماكش جربوا بها. خدمتوا عليه شويه الموضوع هذاك عاش تعطل. نحن تعطل حتى نحن ما قدمناش ملف. الناس مستعده تعاون كل لك اعطيني ملف ونحن علاش ما قدمتوش؟ نحن خرجنا من الوزاره الفتره الاقصيره معناتها ما خليتكش تعمل حتى شيء. نحن الحقيقه في اخر اجتماعات اكتشفت ان احنا ملفاتنا تقريبا كملت. ملف نسميه ملف الرقمنه وملف الاستثمار في الرياضه وملف خدموا برشا مجموعات يعني. كانت مجموعات تخدم والملفات قاعدة تتقدم مع بعضها، ولكن خرجنا من الوزارة يعني. دونك ما نجمش نواصل في حاجة أنا مانيش مسؤول، ما نجمش نكون مقام الوزير يعني. كان دور الناس اللي جاوا بعد ما كنا نحن نشوفوا شنو الملفات ويمشيوا، كيما أنا عيطت للناس معناها قبلي ب 15 سنة ولا ب 10 سنين باش ناخذ رأيهم ونشوف ايش عندهم، كان يمكن يعملوا نفس الشيء. في صفاقس والسياسيس توسيع الملعب المشروع هذاك وكيف مدينة رياضية نفس السبب اللي من غير ما نعاود نسأل ولا فما حاجات أخرين؟ لا، موضوع المدينة الرياضية موضوع آخر معناها أكبر من وزارة الشباب والرياضة. هو موضوع معناها فيه حتى لأنه فما دولة حاطة فلوس اللي هي الصين، وفيه والفلوس موجودة. وكان المطلوب من وزارة التنمية الاستثمار والتعاون الدولي مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة شو اسمه الشؤون المحلية اللي هي تو تنحات انهم هما يحركوا الملف. الحقيقة في اخر خطواته، ولكن رغم ذلك نحن لما كنا في الوزارة قلنا هذاك ما يعطلش ملف ملعب طيب المهيري. كل حاجة واحدة. واخذينا ملف طيب المهيري وحبينا نعملوه من خلال الجمعية. باش ما نقعدوش في التعقيدات نتاع الاجراءات القانونية. برشا بيروقراطية في البلاد للأسف. نعم، ولذلك قلت لك نحن المشاكل اللي نعيش فيها اليوم هي مشاكل تعيش فيها الدولة التونسية من 2003 يعني، وهذا يعني مش معقول عبث. باهي، مازلنا باش نكمل معك الحوار سيد أحمد. فقط فاصل الأخبار مع سهيلة السمعي وبعد نكملوا آخر جزء من الحوار متاعك.